رب ضارة نافعة، دارت حملة تعاطف كبيرة لإيمان خليف التي أصلا تحظى بشعبية كبيرة منذ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والملاكمة كانت دائما رياضة شعبية مثل كرة اليد قبل أن تختفي، والجيدو أيضا هذه الرياضات اختفت، ولكن في سنوات سابقة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إيمان وغير إيمان خلاوا الملاكمة تعود إلى الواجهة، وماذا بينا نكونوا معهم ونرافقوهم، وهذه خدمتهم أصلا كاتحادية ووزارة أكثر من ربما أننا نعطيها شيئا هكذا وكأنها يعني نساعدها من باب المساعدة، لا أو من باب التعاطف.